ادب شويه بس يعني. بس كلنا ضحكنا صح؟ يعني هتعمل ايه؟ احيانا في حاجات ما بتتغيرش، بس فعلا حاجات بيبقوا بريليانت الناس اللي بيحطوا الحاجات دي، بس الا طبعا قلات الادب يعني مش عارف. بس في ناس بتبقى حاجه جميله كده بيحطوها ويعملوا فوتوشوب وحاجات روشه كده قاعدين فاضيين بقى يلا. بس حلو المرح، المرح مهم جدا، مفيد لينا كلنا مهما كان. واحنا بقالنا 4 سنين المرح يعني وفتح عن باسم يوسف يعني قام بدور، بس هو باسم يوسف فيه سخرية كمان اللي هي أن أحمل مرح. طب المرح بيعمل إيه لنفسيتنا؟ الأبحاث العلمية أثبتت أن الأشخاص الذين يتعاملون مع الضغط النفسي بالمرح والفكاهة كلما يشعرون بمشاعر سلبية بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون المرح. أهي أبحاث اعترضوا بقى. الضحك يقوي الجهاز المناعي، كلامك بحيث فعلا، وإفراز الاندورفين، فاكرين الاندورفين هي مادة مسكنة طبيعية. الضحك له فوائد إدراكية تساعد على رؤية المشكلة من زاوية مختلفة والتحكم فيها. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي أول حاجة نهدي، تاني حاجة نعمل خطة نشوف ايه اللي يتحل وايه اللي ما يتحلش، اللي يتحل قلنا نعمل فيه ايه، واللي ما يتحلش قلنا نعمل فيه ايه. لو سمحتوا ما ترفضوش المساعده من اخوكم وفي نفس الوقت ما تخنقوهمش. يعني الضغط النفسي ده ساعات مثلا ايه بيعجبني قوي امريكان مثلا بيبقى في حد مثلا عنده حد في الاسره عنده مشكله، فتلاقي ناس تقول لك طب احنا نعمل دي، ناخد منك دي، اساعدك في دي، اساعدك في دي، هاخد الاولاد مش عارف ايه. احنا طبعا حكايه الترابط العائلي ده موجود الحمد لله عندنا، بس دي حاجه فعلا بتساعد في الضغط النفسي. السوشيال سبورت، ما تقباش لوحدك في اي ضغط نفسي، بس طبعا ما تصدعش اللي حواليك بالضغط بتاعك، بس يعني بلاش ترفض المساعده من الاخرين او ترفضي مساعده من الاخرين. وبرده احيانا طبعا مش بايد كل واحد، بس لازم الواحد ينهي العلاقات اللي بتؤدي الى الضغط النفسي. احيانا في ناس بيبقى ليهم اصدقاء دراما كوينز، عارفين يعني دراما كوين؟ هستيريا كده او دراما كينج، يعني كل حاجه دراماتيكيه، بيقتلوا الطاقه، بيدوك طاقه سلبيه، يكرهوك في عيشتك صح؟ ابعد عنهم او حط لهم حدود نفسيه، حط لهم حدود نفسيه. الناس دولت ولا بيقعدوا لو موجودين في اي شغله بيبوظوها. حط حدود نفسيه بينك والاخرين. مش بس كده، ما تخليش حد يعلم عليكم. يعني ايه يعلم عليكم؟ معلش نتكلم بقى، احنا اولاد بلد يعني. يعني ايه يعلم عليكم؟ يعني انا دلوقتي ضايقتك او ضايقتك خلاص مش كفايه؟ لا ده انا باخدك معايا البيت بقى واقعد يا قفايه. ايه يا جماعه؟ لا لازم ما تدوش قوة، مفيش حد يستحق القوة انه يسرق سلامنا مهما كان. ده محدش يعلم علينا مهما كان. مشكلة في الاقترار، الناس بتقتر ده عمل لي وده كلمني وده، لا مينفعش الكلام ده. اخيرا بقالنا بنعمل جهود، عملنا بقى ايه الحاجات اللي بنشتغل عليها ونقدر نغيرها والحاجات ما نقدرش نغيرها. اهم حاجه بقى انك تشوف ايه اللي اشتغل، او تشوف ايه اللي اشتغل وايه اللي ما اشتغلش، واللي ما اشتغلش تعدله. وزي ما الامريكان يقولوا if plan A fails get plan B. لازم عندك في ريسورس، خطه اولانيه، خطه الف فشلت في خطه ب. يبقى شايفين في الضغط النفسي حاجة بسيطة زي طبعا أمثلة كتيرة، ممكن إزاي الإنسان الناجح بيطبق الكلام اللي قلناه، بيعتني بذاته، بيثابر بطريقة التفكير البناء، بيثابر بالتواصل الجيد مع الآخرين ويحتاج مساعدتهم، بيثابر إنه بيفهم هو مين وإيه شطارته وإيه قوته وإيه ضعفه. شكرا. دكتور حضرتك قفلته؟ لا انا اوكي. اسمحوا لي باسمكم باسم كليه التعليم المستمر بالجامعه الامريكيه ان انا اشكر الدكتور هاني هنري، واتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا
وبندعوكم للمحاضرة القادمة إن شاء الله يوم 14 ديسمبر. طبعا كلكم معاكم الفلاير بتاعت المحاضرة، ونحب إن احنا نتواصل معاكم دايما عن طريق الفيسبوك، وإن شاء الله نشوفكم دايما. متشكرة قوي. نعم. في احنا في حوالي 15 دقيقة ممكن أسئلة اللي عايز يسأل، يعني دكتور هاني اتفضل حضرتك. التمرين صحيح. طيب ماشي، ثانك يو. لا خلاص، التمرين اهم من الاسئله. طيب بصوا بقى، هو طبعا ده هيضايقني شويه لان انا عايز اعمل، هو ما ينفعش احرك كرسي. طبعا انا هديكوا تمرين اسمه مايندفول مديتيشن، اللي هو التامل بالعقل. اولا اهم حاجه في القعده وانتوا بتعملوا التمرين ده، يستحسن وانتوا قاعدين في البيت تبقوا قاعدين قعده القرفصاء، بس مش مشكله دلوقتي، شوفوا كأن انا قاعدها كده. عايز كل واحد فيكم يحس ان هو ملك او ملكه وقاعدين في الصولجان بتاعهم، وعايز القعده قاعده فيها شموخ كانكم جبل، يا جبل ما يهدك ريح. ماشي بجد، حاولوا تعملوا الحكايه دي عشان بس خليك يبقى في صمت شويه. اوكي، واقفلوا الموبايلات عشان طيب احنا دلوقتي قعدنا القعده اللي فيها شموخ وفيها نوع من الكرامه والكبرياء كده، كاننا ملوك وقاعدين والصولجان بتاعنا هي الارث او الارض، الارض اللي شايلانا ومديانا قيمتنا. مش احنا اتفقنا لازم كل واحد فينا يحس بقيمته؟ اوكي، ولازم كان في خط كده مستقيم ماشي كده وفي جسمكم بنسميها جراوندد يعني او سنترد، يعني كانكم متسنترين كده ماشي، بس مش متخشبين. اوكي، وعايزكم كده ايه، كل واحد يعمل كده إيه؟ كانه بيطلع القرف بتاع كل يوم النهارده. طلعوا 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 القرف. يا سلام. اورايت كده، كله نفض القرف، كله نفض. اورايت، طلع طلع قرف ده، طلع طلع. اوكي، لازم الواحد يعرف يعني ايه التنفس الصح. احنا في حاجه اسمها القفص الصدري، اي حد هنا درس طب يعرف طبعا. احنا عايزين نفتح القفص الصدري، فاحنا بنتنفس هنخلص الهواء اللي في الاوضه. بصوا شوفوا انا هعمل ازاي واعمله زي اللي شايفني بقى. شوفوا انا هعمل ازاي، انا عايزكم هعد من سري من واحد لثلاثه وانا بشفط الهواء وافتح كرشي كده ماشي، وفي نفس الوقت اعد من واحد لثلاثه وانا بطلع الهواء. اوكي يلا شوفوا هعمل ازاي، اعملوا ازاي. الله، تاني اوعوا تناموا مني، اللي هيسوق هو حر بقى. انا جاي النهارده في تاكسي. تاني انا عايز خمس مرات واحنا صامتين. اللي عايز يغمض عينه يغمض عينه، مفيش مشاكل. في ناس مش تعرف تكمل، انا عارف. دي بقى دي تاني خطوه، احنا قعدنا قعده صح، قعده فيها شموخ، عرفنا نتنفس. ثالث خطوه، اهم خطوه، التامل. انا عايزكم تتخيلوا احلى منظر شفتوه في حياتكم مثلا. انا احب منظر البحر قوي، وتحسوه بكل حواسكم، بعينيكم، كان الهواء، صوت الهواء في ودانكم، كل الحواس، وكأن مثلا رجليكم حافيه والرمله دافيه. تخيلوا يعني عضوا في الموقف ده بكل، وانتوا بتتنفسوا بكل حواسكم. يلا you
دلوقتي وانتوا بتعملوا التمرين ده اكيد في فكرة او اتنين او تلاتة، انا هاكل ايه النهاردة، والمدير عمل فيه، وايه الرجل الغلس اللي اداني الكلمتين. الشطارة بقى وانتوا بتعملوا التمرين ده انه اول ما تشوفوا فكرة جاية كده شيطة زي دي قولها ايه، مش وقتك دلوقتي، انا هعد في الدنيا الخمس دقايق دي هعيش لحظة بلحظة بلحظة، هحسها بكل حواسي، مش هخلي الفكرة تسيطر عليا، لان الفكر يؤدي الى الشعور، لو فكرك سلبي شعورك هيبقى سلبي، فاحنا عايزين نتحكم في الفكرة، وعمرنا ما يتسرقش مننا في الخمس دقايق ولا العشر دقايق، كل ما هتتحكموا في التمرين كل ما هيبقى اكتر. الابحاث العلميه قالت ان المايندفول مديتيشن او اسمها مايندفولنس مديتيشن ام سوري يعني بتؤدي الى ناس كتير عندها توتر بتجيب تاثيرات ايجابيه على الناس اللي عندها توتر وعندها اكتئاب. بس لو مش قادرين مشكله بقى ابعتوا لي ايميل واقول لكم ليه مش قادرين. بس يعني اوكي تيجي نعملها دقيقه، ولو حد قفش فكره يقول لها مش وقتك دلوقتي. يلا alright صح النوم شكرا. ومش بس مش بس فكره، ساعات الواحد بيكلم نفسه بطريقه مش لطيفه بيبقى هارش قوي على نفسه، اقفشوها برضو، مش وقتك دلوقتي، انا عايش خمس دقائق حلوين من عمري هعد في الدنيا، عيش لحظه بلحظه. ما تتريقوا على الاعلان، الاعلان يقول عيش اللحظه، هم اصلا واخدينها من هناك. ماشي هو هم عدد كبير من الاسئله بصراحه، لكن انا بما اني ما فيش وقت كبير فانا بخط منهم يمكن سؤالين او ثلاثه. السؤال الاولاني، انت حضرتك اتكلمت عن فكره انا مش كافي وعندي نقص ان الفكره دي غلط وما ينفعش ان انا تسيطر على دماغي او كده. هي ان الفكره دي فكره واقعيه، ان انا فعلا لوحدي ما اقدرش اعمل كل حاجه واني مش هنجح لوحدي ابدا، خصوصا الفكره دي بتتعارض مع فكره the power of now، اني هقدر اعمل كل حاجه دلوقتي لوحدي، انا كافي عشان خاطر اعمل كل حاجه دلوقتي لوحدي. دي نقطه. النقطه الثانيه، ازاي ممكن اعبر عن الغضب من غير ما اضايق الاخرين، علما بين الغضب في حد ذاته سلوك سلبي وبيضايق الناس اللي حواليا، فلو في حد في الليكتشر مثلا خرج منها وهو متضايق وغضبان من الكلام اللي بيتقال، انا على الرغم اني ما اعرفوش ممكن ابقى متضايق ان الامر ده حصل، يعني هو غضب من غير ما يظهر الموضوع بس بانه هو قام فجاه وراح ساب الموضوع وخرج، هيبقى الموضوع بيضايقني. طب حاجه حاجه عشان ما انساش اخر سؤال. طب ماشي بس هتفكرني بقى. اوكي ماشي. فكره الصلابه النفسيه، حضرتك قلت ان الصلابه النفسيه دي حاجه والمثابره حاجه تانية خالص. الصلابه النفسيه بمعناها قدره الفرد على تحمل الضغوط اللي بيتعرض لها ومواجهه مشكلاته، هي بشكل كبير بتسهم في موضوع الصحه النفسيه. فلو خدت الصلابه النفسيه بشكل مستقل، هي انا من وجهه نظري حضرتك صحح لي ان كنت غلط، هي عنصر مؤثر بشكل كبير في موضوع المثابره، ان الانسان يبقى شخصيه مثابره لازم يكون عنده صلابه نفسيه بقدر كافي. شكرا وانا مع حضرتك. لا لا اوكي قول لي كده اول سؤال تاني معلش. اول فكره بتاعت انا مش كافي وعندي نقص. النقص النقص بص بقى خليني اركز معاكم. طبعا انا بحترم ان انت بتقول، واحنا اتفقنا مفيش حاجه اسمها حقيقه مطلقه، مش كده؟ احنا اتفقنا ان كل واحد من حقه يقول رايه وممكن يختلف. انما انا خليني اقول لك انا غير كاف دي في حاجه اي ثينك دي مشكله في بلدنا كتيره جدا، ان احنا عندنا حاجه بنسميها external locus of control، انه احنا بنتربى في ثقافه جماعيه بتقول لنا ان احنا ملناش قيمه من غير ما الناس تقبلنا. احنا بنتكلم على ثقافه مختلفه الى حد ما. الثقافه دي بتقول طبعا الناس مهمه في حياتنا، بس احيانا ثقافتنا دي بتدفن تحقيق الذات. فانا بس عايز نوع من الوسطيه، لا نبقى
فرديين زياده عن اللزوم ولا برضو نبقى جماعيين، لان انت عارف الثقافه الجماعيه دي احيانا لما تبقى زياده قوي بتؤدي الى حروب اهليه، بتلاقي على احتكار الاخر، تؤدي الى بلاوي. ماشي، فاحنا عايزين نكتشف الذات من غير ما ننسى ان احنا عايشين في واقع احنا دي مش متاحه لينا. كم واحد فيكم سمع الكلمه دي من اهله؟ انت ليك خصوصي، انت سبيشال، او انت ليك خصوصيتك بامانه؟ ولا حد دي طب الحمد لله انت تمام، الله يسلم لي على بابا كده. لا سيريسلي مفيش حاجه، ما عندناش الحته دي. فين الذات؟ فين اكتشاف الذات؟ احنا زي ما متهيالي مفيد فوزي يعني احنا عندنا حزب اعداء النجاح، لما حد يطلع يبقى متميز ومتفرد بنهد فيه. بس مش معنى كده ان كلامك غلط ان احنا محتاجين الاخرين، بس احنا محتاجين نكتشف ذاتنا الاول واحنا مع الاخرين، ما بقولش لوحدنا، لكن احنا بنقمع هذه الذات. بالنسبه للغضب، لا طبعا انا انت ايش عرفك ان اللي مشي ده متضايق مني؟ ما كونسيدر اذر انتربريتيشن، يعني تفسير تاني، يمكن وراه حاجه، يمكن عايز يروح الدنيا مطره. هو انت متاكد معلومه دي؟ ها ازاي تسيطر؟ بص، هي الفكره فيها ايه؟ برافو عليك. في حاجه اسمها نيد جيرك رياكشن. يعني ايه نيد جيرك رياكشن؟ هتروح للدكتور كده ويعمل لك كده، مفيش فلتر. احنا عايزين نبقى عندنا فلتر، مش اي حد يستفزنا. عارفين؟ معلش ما تزعلش مني، زي الاطفال الصغيرين لما يبقى تيجي تقول له تاخد منه لعبه يعمل لك كده ويصرخ. الماتوريتي والنضج النفسي ان يعني واحد يفلتر الموضوع قبل ما يتفاعل. حتى احنا اقول لك ايه، عد من 1 لـ10 قبل ما تتفاعل، ما تاخدش قرار في لحظه غضب. ايه بقى السؤال اللي في النص؟ صلابه. انا ممكن اكونش فهمتك كويس. انا قصدي انه مش مثلا نص الناس اللي قاعده عندهم حاجه وراثيه بتخليهم يتعاملوا مع الضغط النفسي، والنص الثاني ما عندهمش. الفكره الجديده بتاعت المثابره ان كلنا عندنا دي، بس الفكره ان احنا نتعامل مع الصراع ويبقى كده نبقى مثابرين. فكان دايما زمان المثابره كانت تقول هو بس في ناس وناس، في ناس صلبه وفي ناس مش صلبه. فاحنا دلوقتي بقينا نقول لا، كلنا عندنا دي. ماشي، بس ثانك يو، يعني اسئله جميله ومتشكر عليها. يعني اي عندنا وقت اسال ولا خلاص كده؟ سؤال تاني. شو دكتور، انا بسال يعني سوري اتفضل. يعني اف اي هاف البيرسون اللي هو دايما عنده التسيد في الحوار، ازاي نتعامل مع الشخص ده؟ بص، اهم حاجه في اي حد عنده عيوب في الشخصيه لازم تفهموا الحكايه دي. يعني انسان نرجسي او الانسان اللي عنده عقده اضطهاد، طبعا انا مش هقول مين، انتوا عارفين مين عنده عقد اضطهاد وعنده سيديهات وحاجات زي كده. الانسان اللي عنده عقد اضطهاد او الانسان اللي عنده الانسان اللي عنده نرجسيه او الانسان اللي عنده مشكله في الشخصيه، مشكلته العميقه انه مش فاهم ان عنده المشكله دي، بنسميها بلايند سبوت. فانت ما تحاولش تغير تفكيره، لازم تتعامل مع الواقع، لان ده محتاج علاج نفسي طويل جدا. اللي بيتسادى الحوار ده بيتسادى حواري لانه متوتر من جواه، الكلام بيهديه. ما تعلمش ان هو صغير انه في حاجه اسمها اخذ وعطاء. ممكن يكون اتربى في عائله متسلطه قتلت الصوت بتاعه فبقى يطلعه في الاضعف منه. اسباب كتيره، مش شغلتك انك تعالجه، لكن شغلتك انك تحس بيه، تحط نفسك مطرحه. بص، في الاول احنا قلنا انك تحط نفسك مطرحه، هو هيفتح لك مجالات معينه. بس انا بحاول احذرك انك تقول له على فكره فيك مشكله دي، هو مش هيشوفها. انما لازم هيبقى فيه ويندو اوف اوبورتيونيتي كده، حاجات تفتح كده، فساعتها انت ممكن تقول ايه، انا ممكن اكلمه ساعتها. لكن المشكله ان احنا ساعات بنحط نفسنا في المهمه المستحيله، ان احنا بنحاول نغير ناس مش هتتغير. الطاقه النفسيه لازم تبقى يعني ما نختزل ما ما
ما نبتزهاش من نفسنا. اوكي ماشي. دكتور لو في مثلا موقف معين ده في ميكروفون. اوكي سوري انت جبته منين ده؟ اوكي ماشي. في موقف معين او مشكله معينه انا بتحط فيها بيبقى عندي مثلا رد فعل سريع وباخد قرار سريع وانا واقف. فلما اجي اعالج الموقف بعد كده ممكن ما اقدرش اعالجه. طبعا عشان في اندفاعيه. تمام. فانت سؤالك بقى اعالج القرار السريع ازاي؟ بص انا شخصيا يعني انا اخد قرار بسرعه بس على شرط ما بقاش عندي نوع من الضبابيه وانا باخد القرار. الغضب او التوتر بيقتل القرار. تخيل لو انت عقلك ده خمس صوابع وانت اوريدي بتوترك وغضبك او قلقك يعني وقفت اربعه منهم مش هتعرف تعمل اي حاجه بصباع واحد. فلازم القرار ساعات لازم تاخده وتوقف وتاخده على رجليك وكل حاجه بس الا لما تكون في حاله غضب او حاله ضبابيه. اعالج ازاي حاله الضبابيه والغضب اللي بكون معايا؟ تمرينات علاج نفسي. انا عايز اقول لكم حاجه على فكره للاسف الشديد الناس فاكره ان العلاج النفسي مجرد تاخد ادويه وخلاص. احنا دلوقتي في فيلد اللي هو علم النفس العيادي عملنا يعني حاجات في الجامعه بتاعتنا ماجستير ان شاء الله نطلع دفعات جديده من الناس اللي بتعالج بنظريات علم النفس ودي احنا فخورين بيها جدا. ونشوف البنات بتوعنا للاسف بنات معظمهم ما فيش ولاد خالص متضايقين جدا الموضوع ده. ان شاء الله نخرج ولد قريب ان شاء الله. اشكرك يا رب. هتفرق كتير ان احنا نوريكم يعني ايه علاج نفسي بالمبادئ اللي انا بقولها دي مش بالادويه. وفي ناس كده على فكره بس مش كتير للاسف بيعملوا اسسمنت اكتر يعني تقييم وبيبقوا شغالين في مستشفيات عشان يساعدوا السايكايتريست. لكن حكايه الكلام العلاج بالكلام دي حاجه بقى لها سنين في امريكا حتى فرويد كان بيعمل كده. احنا لسه الموضوع ده جديد بالنسبه لي. لا هو قبليك عشان مع الميكروفون كمان. بالنسبه للجانب السلام النفسي او الاستقرار النفسي ممكن نعتبر ان السلام الروحاني او الايمان بفكره معينه او رساله معينه او مجموعه من القيم بيساعد في جزء السلام النفسي. بص انت بقى ايه اعمل استاذه هاله قالت عملت بحث علمي على اهميه الصلاه واتنشر في كل الجرايد اهميه الصلاه في العلاج النفسي انه المعالج النفسي الشاطر لو حد جه قال له انا بصلي انا بحس ان الصلاه دي بتساعدني ليه ما يستثمرش ده في العلاج يتكلم معاه ويعالجه بالطريقه دي بس في نفس الوقت يعمل نوع من الدمج بين الاثنين. والبحث بتاعي يعني كان مبني على ابحاث كثيره بتقول ان الصلاه دي ليها فوائد نفسيه غير طبيعيه. لو انت انترستد في مقاله اتكتبت في الجامعه عندنا وفي جرايد عن الموضوع ده ولو كلكم هيبقى معاكم الايميل بتاعي ايميل مين لو انتوا عايزين المقاله اديها لكم. سؤال ثاني بس بالنسبه بيرفكت نعم اتش الله اتش هنري @aucegypt.edu بس هي الاستاذ اتش هنري هتحطها هحط لكم اللينك بتاع المحاضره شو والايميل بتاع الدكتور شو. سؤال اخير بس بالنسبه للتمرين لو تمام لو زاد الوقت اللي هو بيبقى فيه زفير ممكن يدي استرخاء اكتر ولا؟ بص دي اسال فيها طبيب نفسي الحاجات دي يعني انا مش عايز اتكلم في حاجه بس انا اعرفه هي 3 و3 يعني لانه احيانا في ناس عندها حاجه اسمها هايبر فنتيليشن وده ممكن يعمل قلق فانا ده مش تخصصي بس انا عارف ان ما تزيدش عن 3 في سرك وتعمل ده الستاندرد يعني بس حته الهايبر فنتيليشن والهايبو فنتيليشن دي في ناس عندها مثلا الساعه بتاعه الرئه بتاعتهم ما تستحملش في ناس بتتعب. شكرا. عفوا يا سيدي. اخر سؤال ماشي اوكي اهو هيجيب لك المايك اهو. طيب حضرتك انا كنت عرفت قبل كده ان في نظريه عملتها جامعه هارفارد او اكتشفت ان الانسان اللي دايما بيفكر بصوره ايجابيه بيفرز في جسمه هرمون الدوبامين. الدوبامين ده بيخليه ان هو يكون اكثر ذكاء واكثر قدره على اكتشاف الفرص واقتناصها. ولكن مع كل ده وبان انا بحاول دايما ان انا افكر بصوره ايجابيه بس دايما بيبقى في فكره سلبيه في النص مش عارفه تخليني ان انا برافو يعني. حلو قوي السؤال ده. بص احنا في حاجه معلش انا اقولها بالعربي احاول بالانجليزي حتى كده حاجه بنسميها سيلف كونفيجريشن ان احنا احيانا بنبقى فينا نوع من التناقضات الشخصيه.
التناقضات الداخليه، حتى يقول لك ايه، جزء مني بيحب دي وجزء مني بيكره الموضوع ده. فانت بتتكلم على الايجابي والسلبي، صح؟ الانسان اللي عنده نوع من النضج النفسي بيقبل ان هو عنده contradictions او حاجات ضد بعض، بس الشطاره ايه بقى؟ انه ما يخليش contradictions دي، ما يبقاش فيها حاجه اسمها ذات قادره تدي صوت لكل واحد فيهم. يعني احيانا بيبقى الواحد بيحصل حاجه اسمها fragmentation، يعني كانه مقطوع ثلاث حتت اربع حتت بسبب التناقضات اللي جواه. لكن لازم يبقى في ذات في النهايه هي اللي بتقرر اعمل ايه في موقف زي ده، واعمل هي البوس. عشان كده بقول انك تفهم ذاتك وتعرفها هي اللي هتكسر الخناقه دي اللي جواك. كل ما تبقى متماسك، كل ما عندك نضج نفسي، هتعرف ان كل واحده من الافكار دي ليها قيمه وامتى تحطها. ماشي. اوكي. سمعت. هو بص حضرتك، هو دايما بتبقى اكتر حاجه سلبيه هو ان احنا بنكون خايفين. يعني هو يعني انا تفكيري ايجابي في كل حاجه، بس انا دايما بكون خايف ان بعد كل ده ممكن ما اوصلش. ما في فرق، الخوف صحي بس بدرجه معينه،